السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده موجودين في سوق سمك بورسعيد الجديد في وقت المقاطعه بتاعه السمك. عارفين ان بورسعيد من اول المدن ان نادت بمقاطعه السمك. ليه؟ حسينا في وقت كده ان الاسعار بقت اوفر قوي، بقت عاليه جدا جدا. الاسعار بقت فعلا عاليه، الناس ما بقتش قادره تشتري السمك لاولادها. اللي كان بيشتري 2 كيلو بقى بيشتري كيلو، مش قادر كمان يجيب الكيلو دوت. فبورسعيد كلها نادت بمقاطعه الاسماك، عشان كده كمان بقيه المحافظات كلها، اسكندريه، اسماعيليه، السويس، كلهم بداوا هم كمان يعملوا مقاطعه برضو للسمك. نزلت السوق علشان اشوف الاحوال عامله ايه، والاسعار فعلا نزلت ولا لسه ما نزلتش، ولا ايه الاخبار بالظبط. فاحنا دلوقتي في سوق سمك بورسعيد الجديد، بالتحديد عند محل فتحه خير، المحل رقم 73 بوابه 2. فعلا الاسعار نزلت، وهو بقول كمان انا نفسي انزل كمان اقل من كده واكتر من كده بكتير، بس الاسعار انا بجيبها غالي، فانا على قد الاسعار اللي انا بجيبها بضطر ابيع بيها، مش بمزاجي والله. انا نفسي انزل اكتر من كده بكتير، بس انا بجيب الحاجه غاليه، بس برضو الاسعار نزلت، وهنشوف كل ده جوه الفيديو النهارده. على فكره في ناس كتير جدا من البياعين بيقولوا احنا مع المقاطعه، يا ريت الاسعار كلها تنزل. هنشوف النهارده اسعار البكلاويز، البوري، والقطع، الشبار او البلطي، هنشوف كمان البربوني، القاروص، كل ده هنشوف النهارده. هنشوف سوق سمك بورسعيد حمله مقاطعه الاسماك، اسعار اليوم، وحركه البيع والشراء كمان. انا اسمي كريمه علي حسن، ودي قناتي. لو انت اول مره تشوف القناه، اوعى تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا لكل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. شايفين السوق فاضي ازاي؟ انا صليت العشاء ونزلت على طول، بسم الله ما شاء الله. السوق ده كان في الوقت ده بيبقى مليان ناس. فعلا المقاطعة أثرت يا جماعة، شايفين السوق عامل ازاي؟ ولسه مكملين، محل فتحة خير عنده توصيل لكل المحافظات، عشان كده هسيب لكم أرقام التليفون بتاعته في آخر الفيديو اللي عايز يتواصل معاه عشان يوصل له أي حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. كل سنة طيبين. قول لي احنا فين؟ سوق السمك الجديد بورسعيد، محل فتحة خير. ايوه. أرقام دي أرقام توصيل؟ تمام. انت عندك توصيل محافظات؟ جميع المحافظات. جميع المحافظات؟ يعني لو اي حد كلمك على الارقام اللي موجوده دي ويقول لك وصل لي اي مكان في المحافظه هتوصل له؟ تمام. وحضرتك برضو السمك يروح له مشوي ويروح له مقلي ويروح له طواجن ويروح له يعني يروح له كمان مطبوخ. حضرتك هو عايز تمام. يعني هو عايز مثلا يعمل وجبه غدا ممكن يكلمني الظهر الساعه 3 4 تبقى عنده. خلاص تمام ماشي، يلا هنبتدي بقى. عندكم ايه؟ قول لي عندكم ايه؟ طبعا احنا نبدا كلامنا بالصلاه على حبيبي عليه الصلاه والسلام. احنا عندنا بسم الله ما شاء الله، الشهر ما شاء الله تمام؟ ما شاء الله. كل الوقت عامة بيبيعوا ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ اللي هيبيعوا ب 95، انا ببيعه ب 80. ب 80؟ الحجم ده ب 80؟ ده ب 80، وعندك اكبر منه ب 80 برضه بعد اذن حضرتك. الاسعار دي هيجي لك عليها الناس. ما انا بقول لحضرتك ما تدينيش سعر ما حدش. لا انا بكلمك في الاسعار اللي انا ببيع بيها، انا عارف ان حضرتك ايه. تمام. انا ببيعهم 80 جنيه. ايه انا شايفاها كبيره. انا الوقت تمام عليه الصلاه والسلام. انا كراجل سماك لما بروح اشتري بشتري ده بده. فهمتك، انت بتجيب الصندوق كله على بعضه. ما انا صورت المزاد قبل كده. ما انا بقول لك زي ما هي بتيجي انا بطلعها. وبعدين احنا دلوقتي بتفرز بقى. بنحارب الغلاء. يعني انت مع المقاطعه؟ طبعا. هجيب وشك بقى. وهو حضرتك دلوقتي المقاطعه دي بتتكلم عن ايه؟ بيقول انا دلوقتي لما اكون راجل شغال وباخد مثلا 200 جنيه في اليوم، ومثلا البربوني ده ب 300 او ب 280، طب ما انا كمان عايز اكل منه، فانا عايزه يرخص. هو دلوقتي بيتباع ب 200 جنيه، فانا عايز الحاجه ترخص. انا من مصلحتي ان الحاجه كلها ترخص. البربوني الاحمر البلدي ده بيتباع دلوقتي ب 200 جنيه، فانا طبعا مع المقاطعه، انا عايز كل الحاجه ترخص. الجمبري ده ب 300 جنيه. الجمبري ده ب 300 جنيه، بيقول لي لا مش مصدقه وزني دلوقتي، واي حد هيجي دلوقتي هيبيع له بالاسعار دي، وببيع طول النهار بالاسعار دي. الجمبري ده ب 250 وب 230 جنيه كمان. الجمبري ده بقى ب 200 جنيه. دي اسعارك العاديه ولا دي الاسعار عشان المقاطعه؟ ده العادي بتاعك؟ ده قبل المقاطعه. ده العادي بتاعك؟ ده مش العادي، كان اغلى من كده، يعني ده كان ب 230. ده كان عامل 280، والكبير خالص كان عامل 350 جنيه. الجمبري ده كان ب 200 جنيه بقى ب 180 جنيه، فانا بقول له يعني فعلا الاسعار نزلت؟ قال لي ايوه الاسعار نزلت. انا عايزه انزل اكتر من كده كمان، بس اعمل ايه؟ انا اصلا بجيب غالي. انا اتمنى ان انا الجمبري ده
ابيعه ب10 جنيه، انا مش خسران حاجة، بس انا فعلا ببيع على قد ما انا بجيب بالظبط. انا باخده غالي فبضطر ان انا ابيعه غالي، ما انا اكيد هاخد الحاجه مش هبيعها بثمنها برضه. ما هو انا لو مش انا مش فاتح المكان مثلا عشان خاطر ما ارزقش، اكيد كل واحد فينا بيسعى على اكل عيشه، مظبوط الكلام؟ تمام. فانا دلوقتي بتكلم مع حضرتك، وده الجندوف البلدي بتاعنا. تمام. عند اي حد ب 100 انا ببيعه ب 70 جنيه. بتباع ب 70 ان شاء الله. المكرونه دي بتتباع ب 120 جنيه، انا ببيعها ب 100 جنيه. وده البوري. البوري. البوري احنا عرفنا خلاص الفرق بين البوري وبين الطبار. البوري بتبقى دماغها عريضة شوية ومليانة وسمينة، لكن الطبارة بتبقى دماغها رفيعة شوية وأرفع شوية من البوري. بكام بقى البوري؟ بحجمه بكام دلوقتي؟ قال لي في أيام العيد كان بيتباع ب 220، أنا دلوقتي ببيعه ب 170 جنيه. الطبارة دي البلدي بتاعتنا احنا بتباع ب 150 جنيه، أنا ببيعها ب 150 جنيه، واللي اقل منها كمان ببيعها ب 120 جنيه. يعني عندك من النوع الواحد كذا حجم، صح كده؟ علشان انا معايا على قد فلوسي هاخد. وعندي ب 140. يعني شفنا اكتر من حجم واكتر من سعر. اعلى حاجه كانت 170 واقل حاجه كانت 120 جنيه، وعنده ب 140 جنيه. كل دي انواع وكل دي اسعار، يعني دايما زي ما بقول على قد الفلوس اللي معاك هتاخد سمك من سوق سمك بورسعيد. الدنيس البلدي ب 200 جنيه. الباغة، الباغة بقد كام؟ الباغة ديت المفروض تباع ب 130 جنيه. احسبها لك ب 100 جنيه. ب 100 جنيه؟ أنت هتحسبها لي ولا هتحسبها للناس اللي جاية؟ أي حد. أنا عشان الناس اللي جاية هتجيلك على الأسعار دي. أنا بقول لحضرتك أي حد. اللوت، اللوت ده بيتباع ب 200 جنيه. أنا عندي بقى ب 160 جنيه. بلدي وفريش، شايفينه أحمر إزاي؟ شايفين دماغه حمرا إزاي؟ ب 160 جنيه. يعني انت مع المقاطعه ولا مش مع المقاطعه؟ اه طبعا مع المقاطعه. انت مع المقاطعه؟ ايوه طبعا. والله؟ اه والله. انت حسيت فعلا الحاجه غليت قوي؟ طبعا حسيت. النتي دي حصلت 300 جنيه. اوف والله. والله العظيم حصلت 300 جنيه. انا بساله هو الغلا ده جاي منين؟ منبعه فين؟ من المزاد مثلا ولا منين؟ قال لي تيجي تكلمي التجار الجمله، تاجر الجمله يقول لي تاجر المزرعه، تكلمي تاجر المزرعه بتغلي ليه تاجر المزرعه يقول لي العلف غلى، غير العلف غلى، في مواصلات، في بنزين، في عربيات بتوصل وعربيات بتجيب، ما كل ده غالي. كل ده الغالي لما بيجي بيجي على الكل. وبعدين هو السمك بس اللي غلى؟ كل حاجه غلت. فانا رديت عليه وقلت له لا، هو كل حاجه فعلا غلت، لكن السمك كانت اسعاره عاليه جدا، كانت اوفر جدا جدا. الناس كلها عملت المقاطعه ليه؟ اول ما نزل الشبار الازازه بتاعه البورسعيديه، الشبار ده كان نزل بكام؟ نزل ب 200 جنيه، فكان غالي جدا على الناس، عشان كده الناس عملت المقاطعه. كان هو الصرخه، كانت الحاجه فعلا غاليه، لكن الشبار ازازه البورسعيديه كانت هي دي الصرخه. 200 جنيه. اقسم لك بالله انا اعرف ناس لو هو موجود هياخدوه ب 250. على فكره السوق كله الشبار الاخضر. الشبار الاخضر المبطرخ الساعة واحدة بتيجي بيبقى السوق كله مشطب منه، ليه؟ الناس كلها بتيجي بتدور عليه في السوق، لو ب 250 جنيه الناس بتدور عليه وبتاخده، لأن فعلا البورسعيدية بيحبوه، وغير البورسعيدية برضه، عارفين إن ده الموسم بتاعه بيدوروا عليه وبياخدوه بأي سعر. فأنا بقى بقول له دلوقتي الناس يعني صاحب الأسرة دلوقتي، ممكن دلوقتي بيبقى عنده الزوج والزوجة وعنده طفلين، هياخد إيه؟ كيلو ونص بكام؟ لما بيبقى ب 200 هياخد كيلو ونص ب 300 ويشوي ويعمل؟ قال لي لأ، هو ممكن بياخد 4 أفراد بياخد الكيلو من الشبار الأخضر المبطرخ ده، لأنه بيرمي وبيكفيه ما شاء الله، فبيبقى ب 200 جنيه، قلت له برضه غالي، سعره غالي. بيقول لي بقى البياعين كلها فعلا مالهمش ذنب، أقسم بالله العظيم ثلاثة إن في ناس بتحط فعلا فلوس من جيبها، أنت في سمك ساعات بيبات باليومين ثلاثة، هنعمل في إيه ده؟ انا فعلا برد عليه بقول له فعلا في بياعين كتير جدا ملهمش ذنب وعايزين يبيعوا وعايزين يرخصوا الحاجه للناس بس غصب عنهم. بيقول لي في حاجات كتير بتحصل للبياع الناس مش عارفاها، يعني مثلا الكابوريا الكبيره دي النوتيا دي كانت بتتباع ب 300 جنيه علشان هم بطرخه، فانا بقول له هو ده الموسم بتاعها بتبطرخ مثلا مع الشبار الجوابي؟ قال لي لا هي على طول مبطرخه بتتباع اصلا ب 300 جنيه، احنا دلوقتي انا دلوقتي ببيعها ب 200 جنيه. وعلشان خاطر متابعين القناة الكابوريا دي اللي بيبيعها ب 200 هيبيعها ب 180 جنيه، بقول له الناس هتجيلك على الأسعار دي؟ قال لي تجيلي وتقول لي إنها شافت الفيديو على الأسعار دي وأنا هديهولها ب 180 جنيه. هو بيفتح لنا بيوريها لنا إنها مليانة بسم الله ما شاء الله بطارخ عاملة إزاي، هما بيسموا البطارخ دي مانجا، شكلها كده الأصفر ده بيقولوا عليه المانجا، فعلا كلها مبطرخة، بقول له نقي أي واحدة هتبقى كلها مبطرخة.
وكمان الصغيرة دي برضو هي بتبقى كلها لحم برضو، وفيها برضو بطارخ هيفتح لنا دلوقتي وهنشوفها ب100 جنيه. ده عشان متابعين القناة يا جماعة، أي حد هيروح متابعين القناة ويقول له إن هو شاف على الفيديو دون هيديله الكابوريا اللي احنا شفناها ب180، وهيديله دي برضو ب100 جنيه. شايفين البطارخ فيها ازاي؟ بقول لك متنقية كلها بالواحدة. المانجا اللي بنقول عليها في الكابوريا برضو دي ب100 جنيه. بصوا يعني في ب100 وفي ب200 في ب180. وبرضه هنسيب لحضرتك اللي يعجبك هياكل. هنسيب لحضرتك برضه رقم التليفون. ايوه سيب لي رقم حد التليفون من طرف حضرتك. وانا ليه خصم كمان كمان ليه خصم على الاسعار. تمام، اللي هيشوف الفيديو ويجي لك. اتفرجي بقى على الشكال ده. الشكال بصوا حضرتك الشكال يا جماعه، ما شاء الله البطرخه ما شاء الله. اسالي اي حد هيقول لك ب100. ما شاء الله. بكام عندك؟ 90. ده هقول لك ب80. ب80 برضه دي ازازه يا جماعه، في العشاء بتبقى تحفه مع شويه طحينه كده بالبقدونس والعيش، بتبقى فظيعه فظيعه. الشكال حلوه جدا جدا، جربوها في العشاء حلوه قوي. الكابوريا طبعا عارفينها، شفنا حجمين منها. اللي ب180 هيديهولنا عشان خاطر القناه، هيديهولنا ب180، وده برضه عشان متابعين القناه هيديهولنا ب100 جنيه ب100 جنيه. هي برضه فيها لحمه وفيها مانجا او بطارخ زي ما بنقول، بس كل اصغر ده. شويه. الجمبري بقى سيبولك ب180. ب180 اتسلق ده ويتعمل بطر فلاي ده؟ لا ده ما يتعملش بطر فلاي والله بصراحه معايا. ده يتسلق طيب، يتعمل بالرز؟ لا يتعمل برز، يتعمل شوربه، يتعمل طاجن، يتعمل اي حاجه والله. بس بطر فلاي لا. عايز اكبر شويه. موجود اللي هو اللي فوق ده. عايز اكبر شويه. اللي فوق ده اكبر شويه، ده ده اللي ينفع. ما شاء الله. ده انت قلت بكام ده؟ دوت انا قلت لحضرتك هسيبهولك ب280 جنيه. ب280 جنيه ما شاء الله. اقل ما ينفي لازم هو 300 جنيه، انا هحسبه لك ب280. 280. واي حد برضه من طرف حضرتك ليه معامله خاصه. تمام تمام هيجوا لك على كده. ماشي. البكلاويز بقى عامله كام؟ البكلاويز دوت انا قلت لحضرتك ده عند اي حد عامل ايه؟ البلدي بتاعنا ده. ما شاء الله عند اي حد. بسم الله ما شاء الله. عارفين البكلاويز دي وشوربه البكلاويز بقى بالتومه كده فظيعه. 70 جنيه ما شاء الله. ما شاء الله. يا لو حضرتك عايز اوريك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حاجه بسم الله ما شاء الله. تشرفني ان شاء الله. الله ينور الله ينور. هنقول المحل تاني، محل فتحه خير. ماشي، ودي ارقام التليفون موجوده، لو عندك كارت هاته عشان اسيبه لهم برده في اخر الفيديو. بصوا المحل اهو فتحه خير، بوابة 2 رقم 73. الكارت والارقام دي شغاله، ده اللي شغال هو اللي موجود. ماشي تمام. شارع الكنال الداخلي، شارع الكنال الداخلي، سوق السمك. انا هصوره لهم واسيبه لهم في اخر الفيديو. هصوره لهم واسيبه لهم في اخر الفيديو. حضرتك عايزه. ماشي. كل ده عن فتحة خير. تمام. نتكلم عن الموسم. بكام موسم؟ بكام؟ هو مبدئيا ده اخر نص كيلو موجود. اخر 2 كيلو موجودين؟ اخر نص كيلو. اخر نص كيلو؟ ده لازم يتباع بقى اسعار حلوه ده. لا انا دوت علشان خاطرك انت هحسبه ب 100 جنيه بس. والله نص كيلو ده. نص كيلو ب 100 جنيه؟ ده كام قطعه النص النص كيلو ده؟ ده بالظبط 6. 6؟ خدنا جوله النهارده في سوق السمك بورسعيد الجديد، وشفنا ان السوق فاضي ازاي بسبب المقاطعة. احنا برضو لسه مستمرين في المقاطعة عشان الاسعار تنزل كمان اكتر من كده كمان وكمان. احنا عايزين الاسعار تبقى طبيعية متناول كل الناس، مش ناس تشتري وناس لا لا، كل الناس تاكل سمك. ده احنا بلد البحر، ازاي ما ناكلش سمك يا جماعة؟ وازاي السمك يبقى عندنا غالي؟ لسه مستمرين في المقاطعة لغاية لما الاسعار كلها تنزل. الاسعار نزلت شويه بس احنا لا لسه عايزينها تنزل كمان اكتر واكتر، تنزل اكتر من كده بكتير كمان. وده كان المكان بتاعنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملوا لي اعجاب وتشيروا كل اصحابكم عشان تتابعوا كل جديد انا بقدمه عن بورسعيد. السلام عليكم.